إلى هذه وفي مقامنا هذا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أحق من عبد، وأنت أحق من ذكر، وأنت أعظم من ابتغي، وأنت أرأف من ملك، وأنت أجود من سئل، وأنت أوسع من أعطى. أنت الملك لا